لسه مكملين مع حضراتكم في احتفالنا بيوم الشباب الاعلامي. طبعا بنحتفل بنماذج لشباب مصريه. دلوقتي احنا معانا نموذج لشاب مصري هو الدكتور محمد السيد اللي حصل على درجات علميه متطوره من جامعه ادنبرا في اسكتلندا، وقدر انه يعمل اول روبوت متعدد المستشعرات بيساعد الانسان في مهام عمله اللي ممكن في بعض الاحيان تكون خطيره، على سبيل المثال مراقبه منصات البترول في عرض البحر. خلينا نتابع هذا التقرير. الدكتور محمد السيد كان حلم حياته من الطفولة إنه يعمل روبوت يساعد الإنسان في مهام عمله اللي ممكن في بعض الأحيان تكون خطيرة. دكتور محمد كانت رسالة الدكتوراه بتاعته عن أول روبوت متعدد المستشعرات لمراقبة منصات البترول البحرية. مش بس كده، لا اشتغل كمان في الأنظمة الروبوتية للبيئات النووية زي فوكوشيما دايتشي وتشيرنوبل. وبالفعل حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبرا في اسكتلندا، وكان بيعتبر وقتها أصغر العلماء في تاريخ الجامعة، تقريباً كان عمره 24 سنة. اختراع الروبوت متعدد المستشعرات أثار اهتمام العديد من الشركات النفطية الخليجية والبريطانية اللي عايزة تستخدم الروبوت لمراقبة المنصات البحرية الخاصة بيهم، خاصة إن الروبوت المطور بيوفر طريقة أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر أمان لفحص وصيانة منصات البترول البحرية، وده بيساعد على حماية الموظفين من البيئات اللي بتشكل خطر على حياتهم. دكتور محمد بيشتغل دلوقتي في إحدى شركات السيارات اللي بتستخدم الروبوتات في صناعة السيارات صديقة البيئة اللي العالم كله بيتجه نحو توفيرها للحد من تلوث البيئة. خلونا نرحب على التليفون من اسكتلندا بالدكتور محمد السيد صاحب أول روبوت متعدد المستشعرات. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذ مصطفى واستاذ جمانه، اهلا بحضرتك. وفي اليوم العالمي للشباب يعني احنا بنحتفي بيك على شاشه صباح الخير يا مصر، وعايزين نتعرف من حضرتك على التجربه المصريه في هذا الامر، الروبوت متعدد المستشعرات اللي بينتمي لجنسيه مصريه اللي هي جنسيه حضرتك، واللي يعني ربما كان ليه فضل كبير على هذا الامر. نتعرف التجربه دي كانت عامله ازاي؟ طبعا اكيد. شكرا اولا على الاستضافه وعلى التقرير، طبعا شرف لي ان اكون على البرنامج. والله هو طبعا زي ما قلت الروبوت جنسية مصرية، فعلا يعني المصريين دايما متفوقين ودايما ان شاء الله نافعين بلدهم في كل مكان، لانه يعني فعلا الجين المصري بيفرق. اعرف ناس كتير هنا مصريين دايما متفوقين، دايما اذكياء، شغالين في اكبر الشركات في اعلى الوظائف، فإن شاء الله دايما المصريين مشرفين مصر في كل مكان. يا رب دايما. طيب خلينا نعرف منك بقى عن الروبوت. هو المشروع ده كان مشروع الدكتوراه بتاعي، هو عملنا روبوت في مستشعرات كتيرة أو سنسرز كتيرة. الفكرة من الروبوت إن هو تكلفته قليلة وممكن يتعمل بكمية كبيرة، فيساعد إن هو يبعد الناس عن المناطق الخطرة زي منصات البترول. فهو الروبوت يكون بيراقب العمليات والمكان والآلات وحاجات مختلفة والبيئة، من غير ما يكون الإنسان مضطر إن هو يروح كل يوم للمنصة ويدي يكون بيعرض حياته للخطر. فالروبوت هو اللي يكون بيعمل كل حاجة وبيدي زي ريبورت للإنسان بره المنصة، يقول له بالضبط إيه اللي بيحصل، وبالتالي يكون لسه في الكولابريشن بين الإنسان والروبوت. مش إن إحنا مش إن إحنا نكون شلنا الناس خالص من وظائفهم، بس يكون إن إحنا بنساعدهم نخلي حياتهم أأمن ونخلي حياتهم أسهل كمان، لأنه مش مضطرين إن يروحوا كل يوم بتكلفة عالية على المنصات ويراقبوا حاجات مختلفة، لأنه حاليا بيروحوا البروسيس مع إنه مع التقدم اللي إحنا فيه بيروحوا بجهاز وورقة ويقعدوا يشوفوا حاجات مختلفة بسنسرز مختلفة ويكتبوها على الورقة. طيب ردود الافعال، انا يعني شركات البترول الخليجيه او شركات البترول الدوليه استقبلت ازاي الروبوت ده، وهل احتفت بيه وتعرف ان هذا الاختراع مصري او ان اللي عامله مصري؟ طبعا. هو احنا اتعاملنا مع شركات بترول كبيره عالميه هنا في بريطانيا،
اتعاملنا مع بريتش بتروليوم وعملنا تجارب كتير على الحقول البتروليه وعلى التربينات الهواء بتاعتهم، وكان كله الكلام كان كله كويس منهم، وكان في تشجيع، وكان في كمان منهم عايزين ان يشتروا الروبوت، وكان في يعني تشجيع كبير من كل الشركات الكبيره هنا على الروبوت. وحاليا ماشيين في الموضوع ان نحاول نعمل شركه ان نبيع روبوت للشركات دي، وان شاء الله نفيدهم ونفيد كل الناس في الموضوع ان شاء الله. طبعا بنشكر دكتور محمد السيد صاحب اول روبوت متعدد المستشارات.